الأول إليك أستاذ جورج، نحن حاليا عم نشوف في زحمة بالتدخلات الدولية وفي زحمة بالأحلاف الدولية، في تضارب وجهات نظر بين الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحة السورية، عم نشوف أيضا أنه في إعادة تعويم لمنظومة الدكتاتورية العسكرية الحاكمة في دمشق، الأيديولوجيات القومية والدينية والمذهبية متصدرة المشهد على حساب المشروع الوطني، مشروع الجمهورية اللي هو حلم بالنسبة لشباب سوريا. اليوم أستاذ جورج، وين هي الثورة السورية؟ حقيقة من الواضح أن هذا الازدحام ما في لنا كشعب سوري كثورة سورية نصيب كبير فيه، بالعكس هناك تجاهل للمحنة السورية، محنة السوريين مع نظام والآن مع النظام الدولي اللي عم بيتجاهل كل الوقائع، كل الجرائم الموصوفة والمحددة وصارت واضحة عنده بالصوت والصورة التي قام ويقوم بها النظام السوري منذ أكثر من 10 سنوات. للأسف تشابكات المصالح الدولية والإقليمية عطت هذا الإنتاج، وهذا الموضوع يبدو مو بس نحن في سوريا وكشباب للثورة السورية متعرضين له، عم نلاحظ أنه كل دول الربيع العربي بدأت تتعرض لهذا الموضوع. شوف شو عم بصير بتونس، شو اللي عم بصير بالسودان، ما يجري في لبنان، وهي من بلدان الربيع العربي في موجته الثانية اللي طلعت ب 2019. فالحقيقة في زحمة دولية، لكن زحمة على اقتسام المغانم، زحمة على تقاطع المصالح وتبادلها بين هذه القوى الإقليمية والدولية، متجاهلة كلياً الشعوب وتضحياتها ومصيرها حقيقة، رغم من أنه الأوراق مملوءة بالتقارير والبيانات، قرارات مجلس الأمن الدولي أيضاً موجودة وواضحة في الحلول، لكن القرارات موضوعة بالثلاجة، الحركة السياسية ذهبت باتجاه آخر عوضاً عن إنصاف الشعوب والبحث عن مسارات لحل هذه المشاكل. هناك نقطة أساسية، مصالح الدول، وضمن زحمة التدخلات مثل ما سميناها زحمة التدخلات الدولية، وهو الواقع هيك فعلا، وين الثورة السورية أستاذ جورج؟ إسا فينا نقول هنالك ثورة سورية، الشارع السوري اليوم بعض بيقول الثورة مستمرة، والبعض الآخر بيرد حاجة حالمية سياسية، الثورة انتهت وماتت من زمان. الأستاذ جورج صبرا، وين بشوف في ثورة سورية اليوم بهالوقت هذا؟ أنا من دون شك أرى أن الثورة موجودة والثورة مستمرة، وإذا ألقينا نظر بسيط لبضعة أشهر سابقة عندما جرى الاحتفال بالذكرى 10 للثورة وجرت فعاليات مرافقة في العديد من الأماكن، في المحرر بإدلب وريفة، في ريف حلب الشمالي والغربي، بالداخل السوري في درعا حيث كانت الفعاليات مبهرة بكل معنى الكلمة، في السويداء وفي أكثر من مكان. إذن في الذكرى 10 لثورتهم عم بيقولوا السوريين نحن مستمرين رغم جبل الصعوبات اللي شايفينه أمامنا، رغم التضحيات الكبيرة والآلام اللي ما إلى شبيه في ثورات العالم وشعوبها، مستمرين. هناك نقطة أخرى، طالما أن الحاجة إلى الثورة قائمة، الثورة بدها تظل مستمرة. والآن عم نلاحظ أنه أصوات الحاجة إلى الثورة بدأت تصلنا من الداخل السوري، بل من المناطق حيث سيطرت النظام، لأنه كشفوا كل الناس بما فيها الرماديين أو اللي نجح النظام بأن يأخذهم إلى رعايته ويدافعوا عنه ويشكلوا وقود لإجرامه، بدأوا يكشفوا أنه النظام هو علة العلل، النظام
هو سبب المشاكل الكبرى، خاصة وأنه أورث بسبب أساليبه وجرائمه اللي عملها على الشعب السوري واقع جديد في البلد. البلد الآن يخضع للاحتلال، احتلالات من دول إقليمية ودولية، احتلالات من ميليشيات طائفية من هنا وهناك، إلى جانب الفساد المستشري والعصابات. لم يعد هناك دولة بمعنى الدولة لدى بشار الأسد، يعرفها الجميع. وطريقة تعامل الروس والإيرانيين معه تكشف هذه الحقيقة، كيف الروس عم بيتم استدعائه إن كان إلى موسكو أو إلى قاعدة حميمين العسكرية. القضية واضحة، حتى وهو يحتفل بانتصاره بالانتخابات الأخيرة كان إعلان ميخائيل بوغدانوف معاون وزير الخارجية الروسي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة حدث ممكن في سوريا. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ هل هذا يشير إلى أن من يحكم هو الروسي أم القعيد في القصر الجمهوري بالمهاجرين؟ الثورة مستمرة، الموجة الثانية من الربيع العربي تقول إن جميع شعوب المنطقة ما زالت تعمل من أجل الحرية والكرامة، ما زالت تعمل من أجل تحقيق أهدافها. فكيف بشعب مثل الشعب السوري كان من أول الناهضين في مسيرة الربيع العربي ومن أكثر الشعوب التي قدمت على مذبح الحرية عبر 50 عاماً تضحيات، وخلال السنوات العشر الأخيرة تضحيات ومقاومة لا شبيه لها. فالثورة مستمرة والثورة موجودة.